معانا اتنين بعتولنا وهم واصدقائهم الحقيقه، مش هم الاتنين بس اللي عاملين المبادره الحلوه جدا دي، كريم فوده وسوزان المسلماني. هم من الزقازيق وعملوا حاجه جميله جدا، جمعوا صحابهم وعملوا قوات مكافحه الجوع، سموها كده. عملوا كمان ان هم يحضروا وجبات بالليل ويقدموها ساخنه، شوفوا التفاصيل قد ايه مهمه، ويقدموها ساخنه لاهالينا المحتاجين في الشوارع، والناس اللي بتشتغل كمان بالليل جعانين وبردانين في الوقت دوت، فبينزلوا وبيوزعوا عليهم اكلات ساخنه. المبادره الحقيقه في منتهى الجمال، بس تعالوا نعرف تفاصيل اكتر لما نشوف التقرير اللي جاي. احنا فريق شبابي ابتدى 2014، فكرة بسيطة جدا ان احنا كنا بنعمل وجبات في بيتنا وكنا بننزل نوزعها على الناس المشردة في الشوارع، يعني الساعة 12 بالليل في ناس في الشارع، بايعين او مشردين او اي حد هوملس، اي حد في الشارع لغاية الوقت ده ومجبر ان هو يكون في الشارع كنا بنوزع عليه. الموضوع كبر، ما بقاش الامر مقتصر بس على المشردين في الشوارع، لا بقى في اسر محتاجة بنقدم لها وجبات غذائية، بتروح لهم كوجبة غدا. الشرط ان الوجبة راحة لحد محتاج انها تكون مش بالشكل المناسب اللي انت بتاكلها في بيتك او في مطعم، لا بالعكس، احنا دي اكتر حاجة كانت بالنسبة لنا تحدي، بمعنى ان احنا الناس دي يعني هنقضي على ظاهرة الجوع في محافظتنا مع حفاظ على كرامتهم، هنودي لهم الاكل لحد عندهم من غير ما يحسوا ان هو بإهانة او يشعروا ان ده مساعدة، اكل عادي زي اللي احنا بناكله في بيتنا هيروح للناس اللي محتاجه. الفكره ابتدت تكبر واحده واحده لغايه ما وصلت في دخله رمضان، ابتدينا نقول طب احنا عندنا تارجت نعمل مثلا، نفسنا نعمل 100 وجبه في اليوم. اول رمضان علينا احنا وصلنا فيه ل 2000 وجبه في اليوم، مش 100 وجبه بس. احنا حاليا عندنا 3 انواع وجبات مش نوعين بس، عندنا وجبه لكبار سن مسنين دار مسنين، دي بتبقى ويل دان، بتبقى الاكل فيها مستوي زياده عشان يكون سهل على اسنانهم، عندنا وجبات للاطفال في دور رعايه، وعندنا الوجبه الثالثه دي شوربه العدس، احنا بنوزعها بالليل الساعه 12 بالليل على الناس اللي في الشارع كلهم، سواء كانوا بايعين او محتاجين، اي حد بيكون في الشارع في الوقت ده بنوزع عليه. طبعا احنا اي حاجه بتيجي بنعملها، سواء لحمه فراخ رز مكرونه، لغايه ان في ناس بتجيب لنا التوابل، حتى اي حاجه مهما كانت صغيره او كبيره بتساعدنا ان احنا نطلع يوم زي اليوم اللي احنا فيه. كنا بنوزع وجبات على فرد امن، هو كان واحد فدينا له وجبه، اكتشفنا واحنا بعد ما سبناه ان هو حط الوجبه في كيس تاني ما كلهاش، لما رجعنا له تاني احنا خفنا يكون يعني اكل مش عاجبه او حاجه، فبنساله انت ليه ما كلتش، اكتشفنا ان هو عنده ولاده، يعني زوجته توفت وهو ولاده في البيت مستنين ان هو يرجع لهم باكل، فهو فضل ان هو يخلي لهم الوجبه دي. واحنا رايحين نوزع له احنا درجه الحراره كانت اقل من 5، فكنا ميتين من البرد، كناش قادرين ننزل نديله الوجبه. عايز اقول لك احنا رجعنا تاني بظهرنا علشان نديله وجبات زياده، ما كناش حاسين اصلا الجو برد، كنا كلنا طاقه ايجابيه اللي هو حاسين ان ربنا بعتنا للراجل ده في الوقت ده علشان ولاده. المواقف دي كل ما بنقابلها كل ما بتدينا دفعه لقدام، ويمكن المواقف دي هي السبب في استمرار قوات مكافحه الجوع من 2014 ل 2019. كل ما بنحس ان احنا عزيمتنا قلت بنفتكر بس الناس دي هي الدافع لينا، ان احنا عارفين ومتاكدين ان هم ما لهمش اي مصدر دخل. زي ما انت شايف فئات عمرية مختلفة تماما، من أطفال شباب جامعة لشباب ثانوي لحد في سني، فكرة العمل الخيري، فكرة العمل التطوعي، فكرة حب العمل الخيري في حد ذاتها حاجة، يعني أتمنى أن كل الناس تكون زينا كده بفضل الله تعالى. أنا حبيت أن أنا أعمل دم، وكنت كمان ببلغ الناس أن هم يتطوعوا معنا أكتر وتبقى المتطوعين أكتر وأكتر، ونبقى نشتغل أحسن، ويبقى هدفنا حاجة كبيرة بجد. أنا حلمي إن المقر ده يكبر، ويبقى الهدف إن إحنا أكبر مطبخ في الوطن العربي. هو عددنا بيتراوح ما بين 27-30. أنا بحب أشارك في العمل ده لأن بحب أساعد الناس، يعني أنا بخلص شغل وباجي على هنا على طول، يعني أنا بفضل شغال طول اليوم وباجي أنا يعني أشتغل أكمل معهم شغل، لأن أنا حابب إن أنا أعمل كده، حابب إن أنا أساعد الناس، حابب أشوف الناس دي محتاجة إيه وأقدمه لها. احنا عندنا حلم كبير ان احنا يكون عندنا
في كل محافظة وفي كل مدينة وفي كل قرية مطبخ زي المطبخ الخيري. عايزين في أي حد جعان يلاقي المكان اللي يروح يأكل منه، سواء محتاج أو معهوش فلوس أو أيا كان، أي حد جعان يلاقي مكان يأكل فيه ببلاش. نفسنا نعمل مطعم كبير مفتوح 24 ساعة لأي حد محتاج أكل يدخل ياخد منه ويمشي. أنا بشوف نفسي مكان الناس دي. تخيل نفسك مثلا في عز البرد ده مجبر ان انت تكون في الشارع ويجي لك وجبه عدس سخنه بعيش سخن، ايه احساسك؟